بليونش هو واحد الفيلاج ديال الصيادة اللي كاين في شمال المغرب، واللي معروف بالبحوره ديالو اللي كيتعتبروا من احسن شواطئ المغرب. ولكن حنا اليوم ما جيناش على قبل البحر، بل جينا على قبل واحد الجبل معروفه بهذه المنطقه. جبل موسى 800 وشي حاجة متر، كاين شوية الريح، نتمناو ما طيحش حتى ويكون الجو تقاد شوية الجو. هاد المرة مشيت مع واحد الجروب ديال الغوندوني من رباط وكازا من مختلف الفئات العمرية، ودرنا ديبا من بليونش من مورا ما شدينا الطريق من تطوان اللي هي المدينة القريبة لهاد الفيلاج. صراحة كل ما حنا طالعين وكل ما كيتجهد الريح، المهم هو انني نبقى شادة. جبل موسى علمنا اننا ما خصناش نحكمو على جبل غير من العلو ديالو، ماشي حيت جبل عالي غيكون هو اصعب جبل تقدر توصل ليه، وماشي حيت جبل صغير اذا راه ساهل. من 151 متر ديال الدنيبلي كانت كتبان لينا كي والو في الاول، ولكن مع الريح والشتا ما كانتش سهله، وسورتو ملي نزلات علينا الضبابه ما بقاتش كتبان لينا الطريق وما عارفين شحال باقي الوقت للصوري. حتى لهاد اللحظه
السماء. 58 متر، واخا كان الجو خايب وصلنا كاملين بين كبار وصغار، وتحية سورتو لهذوك اللي اول مره كيطلعوا لشي صوت. احسن لقطه ديال شي رمضان هي ملي كنرجعوا بحالنا كنا معلمين ومكرسين، ولكن كنبقى عاقلين غير على الحوايج الزوينين اللي دوزناهم مع الصحاب. شكرا لتفرجتوا في هذا الفلوج، الى عجبكم ديروا سبسكرايب، ونتمنى نشوفكم في البروشين فيديو.